السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لو في رمضان هذا بالذات شعرت أن كثير من الناس حين تتصل عليهم تجد نايم، وأحيانا الناس يصحون بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر يعني يبدأ الإفطار ساعة أو ساعة ونصف ويروى عليه الصلوات، هل هذا يدخل تحت تارك الصلاة كسلا؟ يعني كل الظهر والعصر، الظهر والعصر ما صلى. جزاك الله خير. الذي نرى أن ترك الصلاة الذي يوجب الكفر والترك المطلق، وأما ترك بعض الصلوات فلا يخرج به الإنسان من الإسلام، لكنه لا شك أنه فاسق. ويقال لهذا الرجل كيف تصوم ولا تصلي؟ هذا من غرائب المستهزئ. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.